النهارده يا جماعه انا شفت اللعبه دي اتصدمت. النهارده يا جماعه نلعب لعبه جاتا الهنديه، متحمس جدا اجربها معاكم يا جماعه. طبعا هنخوض في مغامرات زي كأنكم بتلعبوا جي تي اي بالظبط، فهيبقى فيها كميه جنان مش طبيعي وعالم مفتوح وحركات واكشن. دعمكم بقى يا جماعه باللايك، خلينا نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك وخلينا نطلع من البيت بتاعنا. طبعا ده البيت بتاعي يا جماعه، انا اول مره اشوفه معاكم. سلام، راح قاعد في قصر ولا ايه؟ ايه ده في دور كمان فوق؟ اطلع يا معلم، القي نظر. ايه ده؟ حاطط نمر يا جماعه. الله، المره الجايه احط اسد بقى هنا. وايه ده اللي الله 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 الله، ده عندي صاله جيم كامله. بسم الله ما شاء الله، ده انا جاي اتمرن هنا بقى. ايوه وريهم كده، عشان وانا بعمل العضلات دي من شويه يا جماعه. لسه الدور الثاني كمان جيم، ده البيت كله عباره عن جيم. ايوه انا مش بتمرن فيه اساسا. خش يا عم العب. ايوه يا وحش. ننزل بقى على العربيات، سامعين صوتها؟ تحس العربيه متحمسه اكتر مني. خلينا ننزل يا جماعه، نركب بقى العربيه وننطلق في ارض الواقع. بس في ايه ده بتاع؟ الله 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 الله، ولا انت في ايه من اولها؟ لا ايه يا جماعه؟ لا بقى بص بقى، الحركات الهنديه دي مش بحبها بصراحه. يا جماعه انا قدامكم انا عملت حاجه، انا ما ردتش. هرسي طار ليه يا عم بقى شغل الهندي ده؟ بقول لك استهبلش بقى انت كمان. هات يا عم البتاع ده. ايوه العب. يا سلام، يا جدعان كاتم. حلو حلو. طب ريلود فين؟ ولا فيش ريلود؟ استنى يا جدع، شيل 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 شيل. كلام كبير يا جماعه، شيل. طيب الحاجه، يب يكون في حد مضايقنا. خش انفايت بالشلوت يا معلم. شوف العربية، بس من العربية تعبانة كده ليه؟ اوه في عربية جامدة هناك يا جماعة، عيني عليها. اركب يا معلم، عربية البيت بتكون تعبانة في البداية، نركب وننطلق ناخد لنا عربية من على الشارع. يلا يلا يلا. ايه ناخد لها غسلة كده، مفيش حد عايز يغسل. تعالى يا كابتن باشا، استنى بس شايف عربيتك، بس الكاوتش تقريبا مفسي. بس استنى كده، استنى استنى استنى، مستعجل على رزقك ليه؟ استنى استنى يا باشا، استنى يا باشا، انت بتزعق ليه؟ ودي كل العربيات هنا ما شاء الله، في طيارات يا الله 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 الله. العب معلش يا كابتن، العربية دي تلزمني، العربية دي تلزمني يا كابتن. انزل انزل الله، انزل الله من هنا الله. اوعى لا تستهبل، اوعى يا جدع. يا سلام العب. الله عك والله اللعبة جامدة يا جماعة لغاية دلوقتي، مش مصدق دي على الموبايل. ولا وجي تي ايه؟ لا دي أجمد منها يا معلم. اديها بقى حركات هندية. الله الله الله، العربية خردة. اللعب وبعدين شوف الجامب بقى، تنزل هتدعك صح؟ هتدعك ولا هتكمل عادي؟ لا عادي يا جماعة. العربية ما شاء الله عليها. ايه رأيكم نخش المطار؟ سيبقى اكيد هيبقى هنا هناخد 3 4 5 6 7 نجوم. نبص على المطار، هو يا الزعيم. لا الطيارة الحياة حلوة. هو ده ينفع اركب الطيارات الكبيرة دي؟ ندلع نفسنا شويه. تعالى 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 اركب. ينفع ينفع ولا والله انت شكلك عربيه والله طياره معفنه. استنى بقى شكلها مش شغاله. استنى بقى نجيب بقى دوتش بقى تعصب انا يا جدعان. العب بقى كده حاجه كبيره، عشان ايه ما يركنوش طياراتهم هنا بعد كده. ايوه اجهز جاهزين يا جدعان. 1 2 اضرب يا معلم. ايه ده تهنكت ولا ايه؟ اضرب يا حبيبي كده عادي خالص. ايه يا جماعه ده؟ الله شكل الطياره هنديه بتستهبل. اجري 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 اجري. اركب العربيه، في طياره هناك هروح اركبها دي تبقى اجمل. تركب يا ابني، لازم الف الناحيه الثانيه يعني تقريبا من عند السواق يا جماعه. هو السواق منين؟ ايوه من هنا. الله اركب. ايوه اخيرا انا بتعذب عشان اركب العربيه. ايه الشلل ده يا جدع؟ الطياره دي ان شاء الله هركبها يا جماعه، لو هي طلعت فعلا شغاله وبرفكتو الزر باب الاحمر تحت دوسوا عليه وحولوا لنا رصاصه. تشتركوا وتنورونا في القناه يا جماعه عشان نكمل بقيه المغامره يا معلم. هات الطياره، ولو ما فيش طياره ممكن نجيب طياره. ما تقوليش ازاي بقى يا معلم، في تليفونات هنا ونستخدم واكشن. اركب اركب اركب. استنى استنى ممكن من ناحيه. ايوه اهو في امل، بس ايه ممكن يكون من الناحيه الثانيه، فخلينا نجرب الناحيه الثانيه. اذا مالت الطياره نزلت تحت. بقول لك ايه، ما تجننيش معاكم. ايه يا عم الطياره الخربانه دي؟ اوكي خلينا نجرب كده يا جماعه. ايه هعمل اتصال، يب هعمل تليفوناتي، ما تسالنيش بقى مين وما ادري ايه وبتاع، ده حاجات سريه مع بعضينا.
خلينا نجرب كده اول تليفون اتصل. الو. الله 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 الله، شوف يا معلم التليفون جاب لي العربيه على طول دليفري. اركب على طول لامبورجيني، مفيش زائر، ما هزرش هنا، اسرع عربيه في العالم. يا سلام، سامعين الصوت طرب. سلام، اجري يا معلم، افتح براحتك. بص بقى الاجمد، تخش العربية من جوه وتعيش حياتك باشا. اوكي، طيرت جزء هنا كبير. خلينا نطلع من البوابة يا جماعة. يب، هنجرب هنا من جوه. يا الله، نمشي من عند العربيات نطلع من المطار ده. شبت منه. يب، مش متفائل بيه. ممكن نعمل اتصالاتنا يا جماعة ونقول لهم عايزين ايه؟ طيارة. يلا 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 من تحت بقى. بص الحتة دي الحركة الأولى بيه، خذها عبالة. لا ما ظبطتش يا جماعة، متعصبين ليه؟ امشي كده بعيد. سيبوها لي انا هظبطها لكم دلوقتي. هات بقى ده. ايوه، بس مستهبليش تاني. ها، اظبط. ايوه، جاهزين، اضرب. اخيرا حاجه فرقعت. خلاص، انت هنكت ولا ايه؟ العربيه يا جماعه من واحده من واحده بس راحت. باي باي. كل سنه وانتم طيبين. الناس هنا بسم الله ما شاء الله كله معاه فراري يا جماعه. اوكي، خلينا نجرب تاني نعمل اتصالاتنا. بس مش عارف بقى هكلم مين المره دي. انا بجرب كده ارقام عشوائية. اوكي، الو. الله على العربية. ايه ده؟ ايه يا عم، انت فاناش على كده؟ انا بقول لك الطيارة بعت لي ده. اوكي، شغال. نطلع بس المكان. ايوه، استنى استهبل عليهم. اوعى يا كابتن، على بالك. ها، اوعى اكتر منك. اوعى جدع، اوعى جدع، اركن على جنب. ايه ده؟ يا جماعة، استنى خليني نخوفه كده الاول شوية يحصل ايه. يا عم قوم انت، نص ساعة بتقوم. خلينا نجيب ده كده كاتم. اسمع، طلع، انزل من العربيه يلا. ده كده في الازاز، انزل. انت ايه، ما تحسش يا عم؟ ده انا خلصت البتاع في كله. ايه، انزل انا ما نشوفش وشك. الله، انزل انزل انا، ما تستقبلش بقى، انت بتستعبط ولا ايه؟ انزل يا عم، نديله بقى عقاب كده. ايه يا عم، في قاعد مريح جوه العربيه؟ انت قاعد في بيتك ولا ايه؟ قوم يا جدع. انت راح فين؟ نزل تحت الارض يا جماعه. خليه بقى يكمل حياته تحت الارض، احنا بقى نكمل فوق الارض. هنطلق من المكان المشعوذ ده. فكر اعمل اتصالات تاني ونشوف كده ارقام ممكن تظبط معانا. طب خلينا احنا قاعدين كده، ايه، ما انتخين جوه العربيه. ايه، الله الله على المكان، والله عالم مجنون. بس الفكره مش هنعرف نستكشفه كده، هيكون بطياره احسن. بس ما شاء الله عربيته سريعه. ايه يا ابني، ده المستودع. يب، نستكشفه مع بعض. احنا مرناش حاجة؟ لا، في تحديات هنا. قول لا يا جماعة، انتوا متخيلين؟ والله في تحديات مجنونة. ماشي ماشي، خلينا ناخد جامب كده على السريع. الابواب طارت. العربية بتعمل ايه؟ ايه تعمل؟ اتفرج يا معلم، اتفرج على احتراف. ولا سحر ولا شعوذة. ايه ده بس كده على جنب؟ انا ما اعرف جت معايا ازاي. خلينا نجرب كده نعمل اتصالاتنا، ننزل نشوف التليفون يمكن يجي لنا كده حاجة جديدة. اوكي، اتصل. الو، ابعت لي يا معلم. الله 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 الله، برضه تاني عربية. مش وحش. خلينا نعمل اتصالاتنا تانية. بصوا يا جماعة، أنا كلمتهم تمام، والمفروض في الاتصالات قال لي اضرب الرقم ده. طب استنى استنى، خلينا نجرب نضرب الرقم. أيوة أيوة، الرقم كام؟ يعني مش كولوني يا جماعة. الله 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 الله، هي والله المدينة كانت مش شغالة يا ابني. انت بعتها تاني ولا ايه؟ والله ما كانت شغالة. طب ما الراجل بقى هيركبها. ايه؟ طب انت كنت بتستهبلي ليه؟ حلو، زي الفل، اهي شغالة. سلام، طير. انا نزلت منها. يا جدع اركب، يا جدع يا جدع اركب، يا جدع انت بلاستيك ولا ايه؟ والله يا جماعة متلزق ده. اركب يا معلم، اركب، بطل استهبال. ايوه، انت رجعت تاني مرسيدير لي. اركب، حلو. عايزين بس ننطلق بقى، لسه بصراحة أول مرة يا جماعة، ف نحاول نظبط الطيارة. إيه، دوس بنزين، دوس دوس دوس. تطير إزاي يعني؟ مش فاهم. التحكم، تحكم غريب. الله 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 الله، والله رهيبة. استنى كابتن، كابتن بتعمل إيه؟ كده التحكم صعب شوية. تمام، بدأت تظبط كده. لا ولا اوكي، لا 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 لا، ما انتفقناش على كده الامارات دي. ايه،
الحمد لله عدت بعجوبة يا جماعة. في مكان حلو للتحديات هنا، ممكن اقف بس البتاع كابتن. اوكي اركن يا عم، الطيارة المعفنة ليه؟ اركن يا الله، والله اتدمشت يا جماعة. الطيارة بتحسش، راح فين يا عم؟ مش مانع عينك انا ولا ايه؟ مانع عينك انا؟ الله مش مانع عينك انا؟ والله شكله بيستاهل، لازم يتعاقب يا جماعة. فين الراجل ده؟ استنى الله بكلمك انا، استنى هنا. اثبت اثبت اثبت. ايه مش في المنطقة هنا ولا ايه؟ والله ناس غريبة. استنى كده خلينا اجرب حاجة تانية. لو استهبلت مثلا عملت رقم تاني. اوكي جرب كده. ربنا يستر يا جدعان، اعوذ بالله. ايه ده؟ الله 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 الله، ايه ده؟ الموتوسيكل ده ملعون ده ولا ايه؟ اركب يا معلم. يا لعبة كده، ممكن نطلع دي جامب بس محتاجين لها شوية سبيد سبيد سبيد. يب محتاجين لها شوية سبيد. الله دواخيني يا زيتونة. لا 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 لا، راح فين زيتونة؟ الموتوسيكل راح فين؟ كمل باشا، كمل وتعيش حياتك مش مشكلة. حلو، زي الدفعة مش أحسن حاجة بس شغال. يا لعبك العب. فيش باراشوتات؟ باراشوتات باراشوتات. أيوة كنت فزتي بس مش معنى بقى دي اللي وقع فيها وراح. والله انت غريب يعني، كل المصايب اللي حصلت له دي يا جماعه ومفيش اي حاجه، ودي بقى خلاص متلزق يا عم، ما تكبر بقى انت كمان. خلينا نجرب كده نعمل اتصالاتنا، نجيب حاجه جديده. ايه الهبد ده؟ استنوا يا جماعه. الله الله الله، ايه ده؟ اديني الجيب العالمي. اقفل بقى التليفون ده اللي مهنج ولا يقفل. خش يا معلم، برضه عندي مشكله في الكراسي. هات بقى يا معلم البتاع، اركب بس كده ماشي. بص من جوه حاجه فخامه. طب يا وسع اوعى السريع طير. العربيه اتدكت حرفيا. يلا يلا خلينا نخش التحديات. انا مستعد يا جماعه ومتحمس. يلا يلا يلا. والله وحش. ايه ده؟ هو حتى فين التصوير بطيء. العب. السلام على الجنان. ايوه بقى. لا والله جبتيها ازاي؟ انت ما تسألش، تلعب وانت وساكت. ايوه يا جماعه كميه الخبط والرزق عادي خالص. برضو نكمل. طب خلينا نشوف في مراكب ولا لا، تبقى والله جامده بقى. بقى انت حاطط لنا مراكب ومدلعنا. يمكن يا جماعه يكونوا حاطين يمكن ازرق. لا والله ما فيش اي حاجه. عايز اعرف في سمك هنا في البحر الميت ده ولا ايه نظامه؟ بحر ما فيهوش كائنات خالص. انزل ينفع انزل اعوم؟ يلا 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 اضرب الغطس. ايه يا ابني انت؟ عشان الارضيه بس تحت الميه عادي مفيش اي مشكله. ايوه يا راجل. لا مفيش مشكله يا جماعه، ناخدها والله سريع. مركب، احنا مش محتاجين مراكب، هو لوحده مركب. شوف الواقعيه يا جماعه. تعال بتعمل ايه يا جدع؟ اطلع 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 اطلع، عايزين نعمل اتصالاتنا. والله انا شفت ريقي معاك. خلينا نجرب يا رب كده حاجه حلوه. ها الله الله الله، ايه يا عم في ايه؟ الهبل اللي حصل؟ وهتنزلي على دماغي رايحه فين؟ واو شكلها عربيه جامده. اركب. سلام، نمشي في المحيطات دي ولا يفرق صح؟ العب ولا تقول لي مراكب ولا بطيخ يا معلم. شوف بس عربية ممكن ايه تبقى تيرة شويتين في البتاع تطلع باشا. الله يا جماعة احلى دلع. استنى كده بقى، عايزين نجرب حاجة تانية بس نطلع مكان ده. خلينا نشوف طيب العربيات تطلع عليها. يا لهوي دي هرستها. اظبط 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 اظبط، ده لسه نازل من العربية. عربيته اتفرتكت يا جماعة. ايه ده يا لهوي؟ انا باشا. على ايش يا باشا؟ شوف بس كده ايه؟ دست كده عليك حاجة؟ دست على الكابتن التاني؟ البنت يا جماعة طيرها الراجل. شوف العربية طولها قد ايه؟ وشوف الكباتن التانيين. هنخش على دول؟ اوعى يا باشا، خلي بالك خلي بالك، وسع وسع. واتفربوا تحت العربية. خلي بالك. على السلامة، باي باي.
بس هنا في شرطة يا جماعة ولا واخدين اجازة؟ انا مش عارف. ايه ده، في معرض؟ فين العربيات الكابتن؟ فين العربيات؟ تقريبا صاحب المحل فلس ولا ايه؟ خلينا نعمل اتصالاتنا يا جماعة. يب نعمل اتصالاتنا يمكن يحن علينا ويرد. ايه الو باشا، انت هنا ولا فين؟ يلا خلينا نتصل بيه. باشا ايه ده يا عم، في ايه يا عم، انت بتبعت لنا عربيات من الحيطة ولا ايه؟ ايه يا عم العربيات الغريبة دي؟ صدق احلى العربيات اللي موجودة في المعرض. يب خدها كده يا معلم، اركب اركب من الناحية التانية. ما عندي مشكلة يا جماعة في السواقة دي، البتاع العربية تجن. يكرا يكرا ما تعصبنيش. ايوه صباح شكلها جامد. طب هل بقى في السرعة كده تثبت وجودها؟ خلينا نشوف يا جماعة. يلا يا سلام. ايوه بقى تير. خدت بالي. والله لا يا جدعان، دبل 3 طيرناهم هم كلهم على اللوبي. طب بصوا يا جماعه هجرب معاكم ارقام عشوائيه ماشي، ونشوف كده ايه حظنا. يلا هنجرب اتصالنا. ايه ده حصاء يا راجل. لا دي مش موجوده في جي تي بقى، غلبنا. يا لهوي على الجمدان ده، انت دماغ يا معلم. يقدر بقى يطلع هنا كمان. درجن 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 درجن، والله سريع. لو مكمل عادي خالص. ايوه مع اي حاجه توقعها هنا. يلا وحش اللعب اديله الزعام، كمل عادي خالص مفيش اي مشكله. خلينا نجرب يا جماعه نعمل اتصالاتنا تاني، بس ما ينفعش. اوه ينفع، حلو. استنى استنى، ينفع نستخدم الادوات بتاعتنا؟ لا ما ينفعش، بمسكها كده في ايديا بس ما ينفعش اقيم. صح، خساره. انزل مع الحصان. شكرا ليك يا عم الحصان. بس احنا ضربناه يا جدعان الدمج. خلينا نشوف. استنى ايوه اديله كده واحده كده على السريع. هو فين الضربات بتاعتي اختفت؟ صح. معلش يا عم الحصان، واحده كده عشان ايه تصحصح. ايه ده؟ ما بيحسش يا جماعه والله. هات يا عم القناص يا عم. ايه اها يا جدع، انت ايه ضد الضربات ده ولا ايه؟ جيب بقى ده. ايه قايم؟ معلش يا عم الحصان توحشني. يا لهوي، يعني ما ينفعش معاك غير ده؟ ده اقوى من العربيه يا جماعه. حلاوه. باي باي، توحشنا. خلينا نعمل اتصالاتنا تاني. ايوه نشوف نجرب رقم كام. والله ما عارف يا جماعه، نجرب ارقام مع بعضينا. خلينا نجرب كده ايه، ثلاث اربعات. اوكي عربيه اي كلام، ماشي اقفل يا معلم. خلينا نشوف تاني في ممكن نجرب. تمام. والله موتوسيكل باتمان ده ولا ايه؟ ايوه الكلام الكبير. يا سلام الموتوسيكل سريع. ايوه كده يا معلم دلعني. حلو يا جماعه ده قوي. خلينا نعمل اتصالاتنا تاني نشوف. مثلا تلات شوحات. اشمعنى ده الرقم ده اللي غلط يعني؟ تستقبل ما انت كله ماشي شغال. خلينا نجرب. طيب ده ايه، اتصل. يا حلاوه العربيات دي كلها يا جماعه، حته شويه عربيات دلع. لا اللعبة دي عايزة لها قعدة حلوة. بصوا يا جماعة، لو انتوا حابين نلعب من اللعبة دي تاني، اوكي، ونعمل جزء تاني من اللعبة دي، تأكدوا ان انتوا تكونوا عاملين لايك ومشتركين في القناة، وقولوا لي يا جماعة لو حابين نكمل فيها، ان شاء الله ننزل منها مرة تانية، وهيكون في حاجات مجنونة هنشوفها مع بعضينا. اشوفكم مرة جديد مع استيو جيمنج. يلا، سلام.